حضرتك قلت الشركة هتكون معنية ان هي مش بس تبيع لكن كمان تأجر. بالظبط. على مستوى العالم والدول اللي اخدت خطوات في هذه يعني او في هذا الاتجاه، فكرة الإيجار هل هي يعني حاجة مجدية برضو ان احنا نكون وحدات مخصصة فقط للإيجار للأجانب؟ يعني دي حاجة بالنسبة لنا المكسب منها يكون كبير وفعلا هتحقق أرباح، ولا يعني لماذا أيضا نتجه لموضوع الإيجار؟ طبعا لأن حضرتك مش كل الناس، خدي بال حضرتك يعني السلوكيات بتاعة الأوروبي والأمريكي ما بيشتريش. هو ارتفاع العقارات عندهم يعني أسعارها كبيرة جدا. لا هو ما بيشتريش، هم ما بيشتروش، يعني أوروبي ما بيشتريش، هو بينتقل من شقة إيجار لشقة إيجار لشقة طول عمره. يعني قليلا منهم اللي هو بيبتدي يشتري، فهو لما بتوفر الخدمه بتاعت الايجار دي بتجيبيه وتاخدي الميزه منه، وكانك انت حاجه حضرتك نعتبر انه فندق متحرك، يعني من شخص لشخص بتاجريه، بس بدل ايجار يوم ولا ثلاث ايام بيبقى ايجار شهري، ايجار شهرين، ايجار ثلاث شهور. اعتقد انها فكره كمان صائبه، بس برضك لازم تدار بطريقه صحيحه. يعني ايه؟ محتاجه سيستم قوي جدا في الصيانه. سيستم قوي جدا جدا في اللي هو هي حضرتك في شركات هنا موجوده في مصر، يعني مش هقول اسمها، بتؤجر املاك المواطنين المصريين ايا ما تكون نوعها على مستوى العالم كله. موجودة هنا في مصر، نشأة بقى تقريبا بقى لها سنة سنة ونص، والشركة دي بتأجر وعامل نجاحات رهيبة جدا. فيعني موضوع الإيجار بيمشي أكتر من موضوع البيع. وانت هيبقى عندك الفند داخل، يعني فاهم حضرتك ازاي؟ التمويل داخل، اللي هو التمويل داخل العملة الدولارية أو العملة الصعبة بتخش لك. احنا يعملها حضرتك اننا نحرك الدنيا تتحرك، وعندنا يعني الحمد لله رب العالمين طرق اتمدت وانفراستراكشر بنيه تحتيه اتحطت بطريقه جامده وعليها الدفع مبالغ كبيره، فعندنا فاضل بقى التوجيه الصحيح ونبتدي بقى نتكاتف. ما هيش قصه مطور هيطلع يبيع وحده ولا اتنين بره، لا احنا عايزين نتكاتف اننا نغزو، وبكون نغزو لانها حرب، نغزو الأسواق الخارجية. من منطلق الحرب أو المنافسة، إيه اللي يخلي أن العقار في مصر ينافس بشكل كبير بقية الأسواق اللي بتطرح عقارات للبيع أو للإيجار؟ أولاً العقار بتاعك مهما كان تمنه اللي احنا شايفينه بالنسبة لنا كمصريين غالي، فده يعتبر زهيد الثمن بالنسبة لكل دول العالم. من أول دول الخليج لغاية أمريكا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين حضرتك المستوى المعيشة عندك حضرتك في مصر منخفض جدا، لدرجة ان هو ممكن بمرتب شهر يقعد، او يعني مع الشهر ممكن يقعد بيه 10 شهور عندك هنا هون. تالت حاجة الشعب بتاعك مبتسم، يعني فعلا الشعب بتاعك رغم ان هو يعني عليه اعباء كثيرة جدا، بس هو فعلا بيتعامل بلطف مع الأجنبي، بيحب مرحب، بيرحب بالأجنبي، ولو نديله بعض من الثقافات الأدبية كمان نسقله بيها هيبقى أفضل وأفضل وأفضل. وبالتالي فعلا في ناس بيجوا بيعشقوا مصر ما بيرجعوش. يعني أجانب كثير جدا ما بيرجعش، يعني دي حقيقة. وعلى ذكر انخفاض تكلفة المعيشة، أول ما حصل الأزمة الروسية الأوكرانية والشتاء اللي تعرضت ليه أوروبا ومع نقص الغاز، كتير جدا جم لمصر علشان يقضوا فترة الشتاء. ده صحيح. فإحنا فعلا يعني مصر ليها مساحة كبيرة في هذا القطاع الحقيقة. ده صحيح. وعنصر جذب كبير الحقيقة.